أبواب جمعية الوفاق البحرينية أغلقت بعد قرار تعليق نشاطاتها من قبل السلطات البحرينية. مصير الجمعية اليوم بات معلقا على قرار القضاء الذي يتهمها بانتهاك القانون في البلاد. وزارة العدل البحرينية تقدمت إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر حكم قضائي مستعجل بغلق مقر تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوة. بحسب البيان، فإن قرار التعليق يعود لأعمال شغب قامت بها جمعية الوفاق استهدفت مبدأ احترام حكم قانون المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر في البحرين. يأتي هذا القرار بعد يوم فقط من اعتقال السلطات لنبيل رجب الناشط البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بحسب تغريدة نشرها نجل نبيل رجب في صفحته على تويتر. ردود الفعل الدولية كانت سريعة. حكومة واشنطن أدانت هذا الاعتقال ودعت إلى إعادة النظر في هذا القرار. من جانبها، منظمة هيومن رايتس فيرست قالت إن قرار الاعتقال خطير ويهدف إلى القضاء على ما تبقى من المعارضة البحرينية. يذكر أن العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة أصدر في تموز يوليو عفوا خاصا عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر صفحته في تويتر.